السلام عليكم، معكم الدكتور طلال نقار، حابب احكي اليوم عن موضوع العلاج بالاكسجين. هذا الفيديو ما هو تخصصي ابدا، ما هو موجه لزملاء الاطباء ولا للزملاء الممرضين، موجه حقيقة للعوام اللي مضطرين يتعاملوا مع اجهزة الاكسجين بنفسهم بسبب عدم توافر اماكن بالمستشفيات. ما هو هذا هو العلاج المعياري اللي ينصح فيه؟ وكطبيب انا ما فيني اقول انه الافضل المريض يتعالج بالبيت ابدا، المرضى اللي عنده نقص اكسجين حاد لازم يروحوا على المستشفى، بس في حال عدم توافر السرير واضطرار الاهل او المريض انه يبقى بالمنزل ويتعالج بالمنزل، فهذا الفيديو هو موجه له. مثل ما قلنا العلاج بالاكسجين هو دواء، طبعا مو لكل المرضى بينعطى لمرضى عندهم نقص الاكسجين بالدم. كيف انا بعرف انه المريض عنده نقص بالاكسجين او نقص الاكسجين؟ انا بقيس الاكسجين اللي عنده. بالمشافي بنحط جهاز على اصبع المريض، هذا الجهاز بقيس اشباع الاكسجين بالدم عنده وبيعطينا اياه على شاشه مونيتور او شاشه المراقبه، وبتعطيني الرقم وبشكل مستمر بنراقبه عاده. القيمة الطبيعية هو أعلى من 94% على هواء الغرفة، لما بينزل على 90 يعتبر انخفض، كل ما نزل أكثر كل ما كان أشد، فأنا لما بلاقي بين 80 و90 فهو حالة شديدة، لما 70 ل 80 حالة شديدة كثير، أقل من 70 عادة بيكون المريض بآخر لحظاته صراحة أو آخر ساعاته. إذا ما قدرت تحسن له الأكسجين بالإشباع بالأكسجين الإضافي. في جهاز منتشر عموما بالعيادات، عيادات الاطباء والاطباء المتنقلين بيستخدموه، لانه ما فيني انا اشيل المونيتور وشيل الجهاز الاشباع الثابت، ما فيني اشيله وراقب المرضى فيه مثلا بالجناح او المرضى بالعياده. فبنستخدم جهاز اسمه مقياس الاشباع النبضي اللي هو على الاصبع. صراحه ما عندي عينه منه، بس في عندي هذا الختم، هذا ختم قديم شبيه فيه تماما نفس الحجم. انا راح احط لكم صوره على اضيف صوره على الفيديو. فهذا الجهاز مثل هذا الجهاز، بيكون فيه له شاشه صغيره هون بتعطي رقم، هذا الرقم من 0 ل 100%، فبينحط على الاصبع بدون ضغط، هو لحاله فيه له مثل بيضغط نفسه على الاصبع وبتعطي وقت مثلا دقيقه او 30 ثانيه فبيعطيك رقم، فهذا الرقم هو اللي بيحدد اذا في نقص اكسجين او لا. فلما المريض بيكون الاشباع تحت ال 90 فهو بحاجه اكسجين، لازم نقدم له اكسجين اضافي. راح اشرح بالمقاطع الثانيه شو طرق تقديم الاكسجين، بس الاساس اني انا اعطي الاكسجين من خلال هذا، اني انا بالبدايه اني اعرف اني انا نقص الاكسجين هو موجود وعلى اساسه اعالج. في حال عندنا توافر مقياس الاشباع اللي حكينا عنه اللي هو مثل هذا الجهاز، فبعض الزملاء عم يقولوا لي انه عم يلجأوا لاجهزه الموبايل، ما هو معيار دقيق فبس ربما هو احسن الموجود. العلاج بالاكسجين لابد من مراقبه استجابه المريض للعلاج. نحن بنقول انه بدنا رقم اكثر من 90 او اكثر من 94%، بس الاساس هو التحسن السريري، تحسن العلامات السريريه عند المريض. فيني احكي من العلامات انه عدد مرات التنفس، لما بيكون المريض عم يتنفس سريع بالدقيقه، عدد مرات التنفس لازم نحسبها بالدقيقه كامله، عد 60 ثانيه وعد كم مره عم يتنفس فيها. لما بيكون عم يتنفس اكثر من طبيعي هو حوالي 15، لما عم يتنفس اكثر من 20، اكثر من 30، اكثر من 40 احيانا، إذا أعطيته أكسجين ورجع للتنفس الطبيعي وهو مرتاح طبعا وحس ردة الروح له، فهو علامة إنه عم يتحسن هذا المريض. بالمقابل تعب التنفس، إذا حس بجوع الهواء، جوع الهواء عنده تحسن بإعطاء الأكسجين، فهو دليل إنه إعطاء الأكسجين فعال ومفيد. هذا الكلام عم احكيه لأنه أنا متأكد إنه في ناس عم تدبر حالات شديدة بالبيوت. اعطاء الاكسجين ما راح يكون مفيد بهي الحالات، بمعنى اخر ما راح يكون كافي، ما اقصد مش مفيد ما انه كافي، لابد من اجراءات ثانيه. هل الاجراءات متوافره بالمستشفيات او لا؟ الحالات الشديده لا يمكن تدبيرها بالبيوت. هي الرساله اللي حابب اوصلها. هلا حاستعرض بالفيديوهات القادمه او بالمقاطع القادمه شو هي اجهزه العلاج الاكسجين المتوافر وكل جهاز شو خصائصه، وارجو انكم تدققوا فيهم منيح. مثل ما شايفين هي اسطوانة الاكسجين، فيها اكسجين مضغوط، فيها صمام، لما بفتح الصمام بيتسرب الاكسجين خارجها. هلا انا لازم اعطي الاكسجين بمقدار مضبوط، الاكسجين هو دواء، فلما انا بعطيه اكثر من اللازم او اقل من اللازم
يا اما ما حيفيد المريض او يا اما ممكن يأذي المريض. فكل اسطوانه مزوده بصمام خاص بيعطينا مقدار معين نقدر نضبط الاكسجين اللي عم ينعطى. عاده الجرعات او خليني اقول كميه الاكسجين بتتقدر باللتر بالدقيقه، لتر بالدقيقه. هذا الصمام هون مثلا اذا بتنتبهوا هي عم تعطي صفر هلا، لما انا برفعه خليني انزل على الواحد معناتها عم يعطي 1 لتر بالدقيقة، لما عم زيد لاثنين 2 لتر بالدقيقة، 3 أو 4 لتر بالدقيقة، وبعدين 6 لتر بالدقيقة، و8 لتر، و10 لتر بالدقيقة. هذا مقدار الأكسجين المتدفق. طبعا أنا بحدد المقدار المطلوب حسب حاجة المريض وحسب الجهاز اللي عم استخدمه. خليني اشرح الاجهزه المتوفره عندنا واللي حنطبق الاكسجين من خلالها. في شيء اسمه القناع او القنيه البسيطه، القنيه الانفيه البسيطه اللي هي بتنحط على انف المريض. اذا بتلاحظوا هي بتنوصل بالاكسجين من هون، ده انبوب طويل بيوصل لانف المريض. هدول بينحطوا على منخرين، على منخرين المريض، وهدول هن اللي بده يقدموا الاكسجين للمريض. هي اسمها القنيه الانفيه البسيطه. هذا ابسط حالات تقديم الاكسجين بالحالات الخفيفه. بالحالات المتوسطه انا بستخدم القناع الاكسجيني البسيط اللي هو اللي هذا بينحط على فم، على انف وفم المريض، وبالتالي بيتنفس من خلاله. لاحظوا انه موصول بالانبوب، الانبوب بينوصل بالاسطوانه. الحالات الشديده انا بستخدم معاها هذا، اذا بتنتبهوا هذا القناع، هذا قناع بسيط يفترض، بس منضاف له لاحظوا الاكسجين بيجي من طرف، ومن تحت موصول له مثل كيس. هذا اللي بنسميه نحن القناع مع الكيس. شو الفائده تبعه؟ انه هذا بيعطيني، هذا الكيس بيتعبى اكسجين، انا الاكسجين عم يوصلني من هون، فالمريض بيتنفس اكسجين، بس بنفس الوقت هذا الباك بيتعبى، هذا الكيس بيتعبى اكسجين على الاخر. فلما بيتعبى المريض اللي بيتعبى الكيس اكسجين، المريض بيصير لما بيتنفس بيتنفس اكسجين من الكيس نفسه، وبالتالي بيعطيني اكبر رقم ممكن من الاكسجين. طبعا هذا يعني انه انا ما بت... لما انا بدي انتقل من واحد لواحد من هذول الاجهزه الثلاثه بده يكون في عندي سبب. المريض عم يتدهور حالته، بيكون ببدايه بيستعمل القنيه ما استجاب او ما تحسن الاشباع تبعه فوق 90 او اكثر حسب اللي بدي اياه انا، بنتقل للقناع البسيط، ما تحسن على القناع البسيط بتحول للقناع مع الباج مع الكيس. هلا معدل جريان الاكسجين اللي انا بستخدمه على الاسطوانه لما انا بكون على القنيه البسيطه لازم استخدم من 1 لتر بالدقيقه، حتى اقصى رقم هو 5 لتر بالدقيقه. اكثر من 5 لتر بالدقيقه فهو غير مفيد وما بيحسن الاكسجه ابدا وبيجفف المفرزات الانفيه. لما بستخدم القناع البسيط انا ببدا على الاقل ب 5 لتر حتى 10 لتر بالدقيقه، ما بيصير استخدم اقل من 5 لتر، واكثر من 10 لتر ما بيفيد ابدا ابدا. ما تحسن مريضي على هذا القناع البسيط انا بدي انتقل للنون ريبريثر اللي هو هذا عدم قناع عدم عوده التنفس، اللي هو ببدا فيه ب 10 لتر حتى 15 لتر بالدقيقة. فخلينا نذكر الأرقام، القنية البسيطة من 1 لـ 5 لتر بالدقيقة، القناع البسيط من 5 لـ 10 لتر بالدقيقة، القناع مع المحفظة من 10 لـ 15 لتر بالدقيقة. لاحظوا هون إني أنا استخدمت القنية البسيطة حطيتها على أنف المريض، ولاحظوا أنا كيف حطيت بقية التمديدات من خلف أذن المريض. هي الطريقة الصحيحة لاستخدامه، وشديت على عنقه وبالتالي ما بتضايقه بالنوم، ما بتضايقه بالحركة. طبعا هي لازم تكون موصولة بالأسطوانة، نهاية الأنبوب لازم يكون موصول بالأسطوانة. ومثل ما قلنا كم لازم استخدم، لازم استخدم 1 لتر بالدقيقة، 2 لتر بالدقيقة، 3 بالدقيقة، 4 بالدقيقة، ماكسيموم 5 بالدقيقة. أكثر من 5 غير مفيد، بصرف أكسجين على الفاضي وما بيحسن من الأكسجة أكثر من المطلوب. هون هذا المريض ما تحسن على 5 لتر بالدقيقة بالقنية الأنفية، فأنا اضطريت استخدم القناع البسيط. لاحظوا هذا القناع بس موصول بالأنبوب هذا، والأنبوب هذا لازم يروح لأسطوانة الأكسجين. بستخدم على الأقل 5 لتر بالدقيقة، أقل من 5 بيحبس كربون المريض، وحتى أقصى رقم 10 لتر بالدقيقة، لأنه بعد أكثر من 10 ما بيعود مفيد، ولازم استخدم القناع مع المحفظة. هذا هو القناع مع المحفظة. إذا بتلاحظوا إنه القناع موصول بكيس، هذا الكيس بيفترض يتعبى بالهواء الأكسجين، لأنه أنا لازم أوصلها بالأكسجين لهذه. لازم على الأقل أعطي جريان 10 لتر بالدقيقة وأطلع على 15. لما بعطي 15 ممكن يعطيني الأكسجين 100%
من الهواء، يعني ما بيعود فيه شيء من هواء الغرفة. لاحظوا انه هذا القناع في له مثل صمام على جنبه، هذا الصمام بيسمح للهواء بالخروج بس ما بيخلي هواء الغرفة يمتزج مع الاكسجين المقدم. بذكر انه هذه اسوانة اكسجين فيفترض التعامل معها بحذر. ما بيصير واحد يدخن جنب اسطوانة الاكسجين، ربما هذا الكلام من فضول القول بس للاسف في ناس بتعمله، للاسف انا هذا الشيء بعرفه من خلال مرضى السي او بي دي، التهاب القصبات المزمن، ما بيصير واحد يدخن جنبها، ما لازم يكون جنب مكان قريب فيه نار او حرارة عالية، هذا اكسجين ممكن يعمل حرائق كبيرة. في بالنسبة للجهاز اللي بينظم حركة الاكسجين او بينظم معدل الاكسجين، ربما تلاقوا هذا جهاز ثاني بينحط على الاسطوانه. هلا اذا بتلاحظوا انه هون هي على الصفر محطوطه، في لها ارقام 1 لتر بالدقيقه، 2 لتر بالدقيقه، 3، 4، 5، فحسب الاسطوانه اللي عندكم وحسب الجهاز اللي بينظم جريان الاكسجين لازم تعرفوا تنظموا هذه الامور. طبعا انا ما بدي اضطر اطلع للاكثر اكثر من 5 لتر، فانا لازم اغير من القنيه للقناع البسيط، وإذا أكثر من 10 لازم أضطر أطلع أو أغير للقناع مع المحفظة. أتمنى أنه كانت هالدقائق مفيدة للجميع، إن شاء الله يا رب ما تضطروا عليها. الوقاية خير من العلاج، أذكركم بأنه الوقاية أفضل، التباعد الاجتماعي، الابتعاد عن التجمعات، عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة خاصة بهالأسبوع أو الأسبوعين فترة الذروة الجائحة، إن شاء الله يا رب تتراجع. بحب اذكر الاخوه اللي مضطرين يتعاملوا مع الاكسجين بانفسهم، لاقاربهم، للوالد، للوالده، للاخ، للاخت، انه يتم على تواصل مع طبيب او مع ممرض مختص بهذه الامور بحيث انه يوجهه للعلاج. الموضوع في بتمنى ما يصير اسراف في الاكسجين، لانه الموارد بالاصل محدوده بحيث انه المريض ما ياخذ اكثر من المطلوب، يعني يعطيه الكميه الكافيه من الاكسجين بس ما يزود مشان ما يخلص الاكسجين عنده، لانه ممكن بعد فتره ينفقد مثلا. السلامه مهمه جدا جدا، مثل ما حكينا هذا الاكسجين ممكن يعمل حرائق، فبده يكون بمكان امن، المريض بعيد عن النار، بعيد عن الدخان او التدخين، وإن شاء الله يا رب يكتب السلامة للجميع. هذا كان خلاصة الموضوع، وإن شاء الله نتابع معكم بفيديوهات لاحقة إذا اضطرينا. السلام عليكم.